احسب التكاملات التالية. إذن عندنا تكاملين، نبدأ بالتكامل الأول. اي تساوي التكامل من صفر لواحد او جوج او ناقص اكس دي اكس. إذن كنعرفو بأن الدالة الأصلية ديال الدالة او ا اكس هي الدالة واحد على ا او ا اكس. طبيعة الحال ا تخالف الصفر، إذن الدالة الأصلية ديال او ناقص اكس هي الدالة ناقص او ناقص اكس، والدالة الأصلية ديال او جوج اكس هي الدالة واحد على جوج او جوج اكس. اذا نحسبو التكامل ديالنا، اذا عندنا جوج، اذا الدالة الأصلية ديال او ناقص اكس هي ناقص او ناقص اكس، اذا كيمكن لي نخرج جوج وندير صفر واحد او ناقص اكس دي اكس. إذن الدالة الأصلية ديال أو ناقص إكس هي ناقص أو ناقص إكس، وبالتالي جوج ناقص أو ناقص إكس صفر واحد. إذن كنعوضو، كيمكن لي نخرج الناقص على برا. إذن أو ناقص إكس، إذن أو ناقص واحد ناقص أو صفر، إذن ناقص جوج. او ناقص واحد هي واحد على او، لان كنعرفو بان او ناقص اكس هي واحد على ا اس اكس، و او اس صفر هي واحد. بالتالي هنا يمكن لي ندير النشر، اذا ناقص جوج على او وناقص جوج في ناقص واحد هي زائد جوج. الحالة الموالية عندنا جي تساوي تكامل من صفر لواحد ديال او ناقص اكس او ثلاثة اكس زائد واحد دي ديال اكس. اذا بطبيعة الحال هنا خصني نبسط هاد الكتابة هذه باش يمكننا نحسبو التكامل باستعمال الدالة الأصلية. إذن غادي ندير النشر، أو ناقص إكس في أو تلاتة إكس هي أو ناقص إكس زائد تلاتة إكس أي أو جوج إكس، أو أو ناقص إكس في واحد هي أو ناقص إكس. إذن الدالة الأصلية ديال أو جوج إكس هي أو جوج إكس على جوج، والدالة الأصلية ديال أو ناقص إكس هي ناقص أو ناقص إكس من صفر لواحد. إذن غادي نديرو التعويض، إذن واحد فغتجينا أو جوج على جوج ناقص أو ناقص واحد ناقص، نعوض الصفر، إذن أو أس صفر هي واحد على جوج ناقص أو أس ناقص صفر أي هي واحد. إذن نبسطو الكتابة ديالنا، عندنا أو أس جوج على جوج ناقص أو أس ناقص واحد هي واحد على أو، واحد على جوج ناقص واحد ناقص واحد على جوج، مع الناقص كتولي زائد واحد على جوج.